الوثيقة الدستورية، هذه هي الدليل الهادي لمسيرتنا، بالإضافة إلى برامج تفصيلية سيعمل عليها كل وزير في اختصاصه، ترفع إلى مجلس الوزراء لتكون هي الخطة الوطنية التي سنعمل من خلالها. أمامنا 3 سنوات من العمل والجهد، نجدد مرة أخرى العزم والتأكيد والعهد لشعبنا أن نصون هذه التضحيات العظيمة عبر العمل لتحقيق هذه الأهداف. قد تبدو التطلعات والأماني والأحلام التي حلم بها الشعب في مرحلة سابقة كانت من المستحيلات، الآن هي ممكنة التحقق عبر جهدنا وعملنا المشترك. الاجتماع المشترك اليوم، طبعا الوزراء ادوا القسم، عقدنا اجتماع مشترك، استمعنا إلى كلمات طيبة من السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والسيد رئيس الوزراء، وكلها أكدت على الرغبة في العمل المشترك وأن نضع يدنا في يد بعضنا البعض بلا يعني تفصيل لمكون عسكري أو مدني. كلهم أكدوا على هذا المعنى، أن المسؤولية مشتركة والعمل مشترك، والمهمة الملقاة على عاتقنا هي مهمة وطنية مشتركة، كل منا يعمل من موقعه ومن مجاله لتحقيق هذه الأهداف. السيد رئيس مجلس السيادة قال، وأكد عليه السيد رئيس مجلس الوزراء، أن العالم كله يضع عينه علينا ويراقبنا، وبالتأكيد هي نظرات ملؤها الإعجاب، لكن أيضا ربما ملؤها الانتظار والترقب كيف ستكون استجابتنا للتحديات العظيمة التي تواجهنا. كل السادة الزملاء الوزراء خلال اليومين الآخرين نحن عقدنا عدد من الاجتماعات مع بعض، كلهم عزم وتأكيد على والرغبة في العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف. أنا لن أطيل، أقدم لكم زميلتنا الأستاذة ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وأخيرا التحية والمحبة والخلود لكل شهداء ديسمبر، شهداء الحروب والنزاعات في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، كل ضحايا النظام منذ العام 1989، فالثورة كانت مستمرة منذ العام 1989. التحية لكل الجرحى والمصابين، نتمنى لهم تمام الشفاء. لكل المفقودين، نتمنى رجوعكم الآمن العاجل. التحية لكل المغتصبات والمغتصبين، كل من فقد عينه ويده، كل من ضحى لمثل هذا اليوم. التحية لكم انتوا الصحفيين، ونحن نعلم تماما كمية قمع الحريات وكمية التحديات التي واجهتموها أثناء ثورة ديسمبر، لكنكم وقفتم حصونا منيعة. التحية لكل الشعب السوداني العظيم، ونحن نتنفس أنسام التغيير ونصنع التاريخ. إلى رفاقي ورفيقاتي شباب وشابات ثورة ديسمبر، من جمعتنا المواكب العظيمة تحت ألسنة الغاز المسيل للدموع وتحت أنغام الرصاص، وأنسام دولة القيادة التي ما زالت حية باقية في أعماقنا إلى أبد الآبدين. ما وصلنا له اليوم ما هو إلا خطوة من خطوات الثورة التي ما زالت مستمرة حتى تستلم حكومة مدنية منتخبة أمر البلاد، ونحن الآن في مرحلة بناء الطريق لتحقيق ذلك. جلست اليوم مع زملائي وزميلاتي في جلسة مصغرة بقيادة السيد رئيس الوزراء، سادت روح الفريق والالتزام الكامل لخدمة هذا الشعب العظيم، التزام يليق بكمية التضحيات، مستصحبين شعار الثورة حرية سلام وعدالة لرفعة السودان في كافة المجالات، التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة أطيافه بكافة المناطق. ستكون هناك قنوات تواصل مفتوحة، سنلتزم بالشفافية وتمليك المعلومة. الطريق ليس بسهل، سنواجه كثير من التحديات والعقبات، لكن بنفس إصرار وعزيمة ووحدة ثورة ديسمبر يمكن قهر كل هذه التحديات. وأنا حابة أقول إنه لصديقنا الشهيد عبد العظيم في عليائه، حملنا الأمانة من بعدك ولم نستلق، ويا شعب اللهبك ثورتك أنت تلقى مرادك في نتك إن شاء الله حنصل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا ولاء. نعم هو طريق شاق وطويل، ولكن الطريق يصنعه المشي، وسنمشي في هذا الطريق. الدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي. شكرا أستاذ فيصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أبدأ أحيي جمعكم الكريم، وأترحم على شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، وكل تعازي كل التعازي لأسرهم المكلومة، وللمفقودين وللجرحى عاجل الشفاء، ولكل الذين قدموا وبذلوا الجهد وبذلوا الدماء والحياة في خلال 30 سنة الماضية. نحن الآن نحرس هذا الجهد في إطار هذه الحكومة المدنية، وفي إطار التعاون والتعاضد بين مكونات المجتمع السوداني بعسكريه ومدنيه ومن كل فئات المجتمع وفي كل أقاليمه. هذه الحكومة بإذن الله في مظهرها نرى فيها السودان، وأيضا في مخبرها من حيث البرامج ومن حيث الأولويات التي ستطلع بها. طبعا لكل ثورة منهجها وفلسفتها. هذه الثورة المجيدة، ثورة ديسمبر، تجسد منهجها وتجلت فلسفتها في شعار الأبرز: حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب. البرنامج الاقتصادي النهضوي الذي نبشر به يجب أن يعكس ويجسد هذه المعاني العظيمة للثورة. أبدأ فأبشر شعبنا الأبي وهذا الجيل من الشباب الذي صنع هذه الثورة بأننا سنبذل كل جهد بما أوتينا من علم ومن جهد لتجسيد ولإنجاز هذه المعاني، ابتداء من البرنامج الإسعافي للمئتي يوم الأولى. وهذا البرنامج سيهدف إلى تحقيق 5 محاور رئيسية. أولا، تثبيت الاقتصاد الكلي وإعادة هيكلة الموازنة ورفع الجهد المالي حتى نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا تجاه شعبنا في الرفاه الاجتماعي وفي الصرف على التعليم والصحة والتنمية. ثانيا، إجراءات إسعافية وناظمة وربما أيضا جزائية لتكملة الأسواق وتثبيت الأسعار والتوفر على وسائل لتخفيف كلفة المعيشة وضائقة المعيشة التي يعاني منها الشعب السوداني. فالشعب السوداني الآن حر سياسيا ووجدانيا، ولكنه مقهور اقتصاديا، فيجب يعني بذل كل الجهد لمعالجة هذه الأزمة بصورة إسعافية عاجلة، ريثما يتم التوفر على برامج اقتصادية من قبيل التثبيت الاقتصاد الكلي ومكافحة التضخم وتدهور أسعار الصرف وغيرها وأزمة السيولة وما إليها. ثالثا، معالجة أزمة بطالة الشباب عن طريق برامج إسعافية مؤقتة أو قصيرة الأجل، وأيضا برنامج طويلة الأجل على المدى المتوسط والبعيد. رابعا، الانتقال من العون الإنساني إلى التنمية المستدامة في المناطق الثلاثة، حيث أنه نعتقد أنه التركيز على هذا الجانب سيؤسس لدعم توجه جديد يؤدي إلى إعطاء الأولوية القصوى لعملية بناء السلام. طبعا حتبدأ عملية بناء السلام، سيقودها السيد رئيس الوزراء والمجلس السيادي، ونحن من جانبنا في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي سندعم هذا التوجه عن طريق الانتقال للتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار بالذات هناك دعم كبير جدا من المجتمع التنموي، وهذا الدعم غير مقيد وغير ولن يتأثر به العقوبات المفروضة على السودان. خامسا، هناك مسألة بناء القدرات وبناء المؤسسات، خاصة مؤسسات إدارة الاقتصاد في الوزارات الاقتصادية المختلفة، و
وتحضير الاقتصاد السوداني للانطلاق في السنة الثانية والثالثة نحو القيمة المضافة والتصنيع، خاصة في مجال الثروة الحيوانية والحبوب الزيتية، حيث أن هناك ما يمكن أن يوصف بالقطوف الدانية التي يمكن بسرعة يعني الإنجاز في خلال فترة وجيزة خلال الفترة الانتقالية، وأيضا الانتقال من دعم السلع إلى دعم الإنسان السوداني بصورة مباشرة. وهذا يعني مشروع استراتيجي إن شاء الله يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أهداف الألفية للتنمية المستدامة، وطبعا من أهمها مكافحة الفقر وتمكين المواطن السوداني والانتقال من تمكين الفئة كما هو كان سائد إلى تمكين المواطن السوداني على المستوى الواسع والعريض. وأخيرا نهدف أيضا إلى بداية في نهاية الفترة الانتقالية وقبل تسلم السلطة الديمقراطية بإذن الله إلى الانتقال إلى التحول الهيكلي عن طريق المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الطرق والإنشاءات والمطارات، بحيث أنه الاقتصاد السوداني يكون جاهز، وأيضا تدريب الشباب للاستعداد للثورة الرقمية التي بدأت تشكل الاقتصاد العالمي. شكرا. شكرا. أنا عارف يا جماعة الناس متعطشين، لكن الوزراء لم يستلموا مهام وما زاروا وزاراتهم، ولذلك يعني يمكن ربما الأسئلة التفصيلية كده ما يكونوا جاهزين للإجابة عليها. أنا أظن يعني أستاذ محمد الفتاح أعتقد أنه أن نحن شاكرين لكم جدا، لكن أبوابنا ستظل مفتوحة. في وزارة الثقافة والإعلام سنكون نحن أيضا قناة تواصل مع الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، وإن شاء الله يكون مستمر بيننا التعاون خلال المرحلة الجاية. شكرا جزيلا.